نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه مع رئيس مؤسسة فداء أن الدولة التونسية لن تنسى أبدا ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. بعد انتهاء الأجال المخصصة لتقديم الطعون، اليوم الجمعة إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 24. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة القادمة وعلى عدد من مشاريع المراسيم والقوانين. وفي العالم، مقتل 3 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين في مخيم جباليا، وكتائب القسام توقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين مركب. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج برئيس مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها أحمد جعفر. تناول مشروع تنقيح المرسوم الذي أنشأ هذه المؤسسة بهدف مزيد دعمها ومراجعة جملة من الأحكام حتى تحقق هذه المؤسسة المقاصد النبيلة التي أحدثت من أجلها على وجه أفضل. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المؤسسة التي تحمل اسم فداء تعكس أن الدولة التونسية لن تنسى أبدا ضحايا الاعتداءات الإرهابية، كما لن تنسى أبدا أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها بأن مجلس الهيئة سينعقد اليوم الجمعة للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية إثر انقضاء أجال الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وعدم تسجيل أي طعن فيها. وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغها أنها ستعقد على الساعة 7:30 من مساء اليوم الجمعة نقطة إعلامية للإعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي لسنة 24. الناطق باسم الهيئة محمد تليل المنصري. انتهت الخميس 10 أكتوبر الساعة 5 مساء أجال الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن النتائج المعلن عنها أصبحت نهائية وباتة. بطبيعة الحال مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة مساء للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وسيعلن عنها في نقطة إعلامية إن شاء الله على الساعة 7 مساء. وبالتالي فأنه بمرور 3 أيام عن الإعلان عن النتائج الأولية وتعليقها بمقرات الهيئة ولم يرد أي طعن، أصبحت هذه النتائج الآن النهائية. وكان مجلس هيئة الانتخابات صدق يوم الاثنين الفارط على فوز المترشح قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69% من الأصوات، فيما بلغت النسبة النهائية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي داخل تونس وخارجها 28.8%. وخصصت جلسة عامة مغلقة لمجلس نواب الشعب أمس للتداول حول الاستعدادات للدورة العادية الثالثة وما يرافقها من استحقاقات هامة، وفي مقدمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.
وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 25 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 بهدف إلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5000 دينار. وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية. كما تمت الموافقة على تنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه. احتلت ثمان جامعات عمومية تونسية مراكز متقدمة في تصنيف تايمز للجامعات العالمية الذي شاركت فيه أكثر من 20,000 جامعة من 115 دولة. وهذه الجامعات هي على التوالي جامعة تونس المنار وجامعة صفاقس وجامعة منوبة وجامعة المنستير وجامعة جابس وقرطاج وسوسة وتونس. ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوبكر بن علي، فإن هذا التصنيف يدل على أن الجامعات التونسية نجحت في كسب رهان الجودة في التكوين والبحث العلمي بالنسبة إلى الطلبة والأساتذة. هذه حاجة نستبشر بها، لأن دخول الجامعات التونسية لهذا التصنيف هو دليل على جملة من الأهداف التي تم تحقيقها، هي أهداف الجودة وأهداف التميز، وهذا من شأنه أنه يمكن الجامعة التونسية من الإشعاع سواء على المستوى الوطني كمؤسسات عمومية للتكوين وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للطلبة. تواجد هذا التصنيف هو دليل على أن مستوى التكوين وجودة التكوين في الجامعة التونسية ارتقت إلى مستوى مؤسسات التعليمية في العالم، حاجة باهية لنا لأنه سيكون الطالب التونسي مقبول ومحل احترام لدى المؤسسات التعليمية في العالم. ثانيا هذا زاد فيه عرفان بمستوى الأساتذة المكونين، وأساتذة متاعنا هما من أفضل وأجود ما يوجد حاليا. أكبر دليل على ذلك هو أنه الأساتذة متاعنا قاعدين يتوجهوا للتعاون الفني. وتحصلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة على الإشهاد الأكاديمي إيزو 21001 لتكون بذلك أول كلية للآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب العربي تحصل على هذا المستوى من الإشهاد الذي يقيم مدى التزام الكلية بتطبيق المعايير على كل المصالح الإدارية البيداغوجية. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة محمد هلال: هذا معيار جودة صادر عن منظمة دولية متخصصة في قياس الجودة إيزو 21001، ويمنح للمؤسسات التربوية والتعليمية فقط، ويتعلق بجودة التسيير الإداري والبيداغوجي. كليتنا تحصلت على هذا المعيار أولا بعد سنتين على الأقل من الاستعداد له ومن العمل، وأعددنا ملفا متعدد المكونات في هذا الغرض، وتوصل إلى نتيجة وهو أن الكلية تتوفر فيها كل المعايير المطلوبة لمنحها هذه الشهادة. هذا الإشهاد مرحلة أولى فقط، يعني الكلية ستكون خاضعة لإعادة تقييم في نهاية السنة القادمة. أهمية هذا المسار أنه يضع المؤسسة التي تحصل عليه في سياق تطوير مستمر، وكذلك يعني في عملية تقييم دوري. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. فالرياضة يستضيف منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة منتخب جزر القمر بملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى بست نقاط بعد انتصارين 2 على كل من مدغشقر
قطر وغامبيا. وفي الرياضة كذلك، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تقرر بالإجماع قبول استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي جويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم من قبل هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، وتقرر تعيين مراد الدعمي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في أخبار العالم، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مقتل 3 ضباط في انفجار عبوة ناسفة بمخيم جباليا. ومن جهتها قالت كتائب عز الدين القسم الجناح العسكري لحركة حماس إنها أوقعت جنود الاحتلال في كمين مركب سقطوا على إثره بين قتيل وجريح. يأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال عملية عسكرية وحصارا شديدا على شمال القطاع. وذكرت منصات محلية فلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا لا يزال متواصلا على جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية صعد الاحتلال حملته في مناطق عدة، واندلعت اشتباكات بعد اقتحامه مخيم الفارعة جنوبي طوباس بعد ساعات من استشهاد 4 فلسطينيين في مدينة نابلس. وفي لبنان، استهدف جيش الاحتلال الليلة البارحة بغارتين عنيفتين وللمرة الثالثة منذ تصعيد عملياته قلب العاصمة بيروت، في محاولة لاغتيال مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الذي نجا من الغارة التي شنها الاحتلال على منطقة النويري في بيروت وفق تأكيد الحزب. وجراء الغارتين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية استشهد 22 شخصا فيما أصيب أكثر من 100 آخرين على الأقل، إضافة إلى دمار واسع لحق المباني. يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه منظمة العفو الدولية تحذيرات الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية للبنان غير كافية وأحيانا مضللة، مضيفة أن هذه التحذيرات لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بشأن عدم استهداف المدنيين. من جهة أخرى، أكد جيش الاحتلال فجر اليوم أنه اعترض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان. 7:12 بتوقيت تونس، 9:12 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمر جبالي. وهذا التذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد في لقائه مع رئيس مؤسسة فداء أن الدولة التونسية لن تنسى أبدا ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. بعد انتهاء الأجال المخصصة لتقديم الطعون، اليوم الجمعة إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة وعلى عدد من مشاريع المراسيم والقوانين. وفي العالم، مقتل 3 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين في مخيم جباليا، وكتائب القسام توقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين مركب. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.